جابنا الخاصه وبعدين صار الدعم المواطني. يجينا اتبرع اتبرع، جيب بقوليات شاي شكر تمه، احنا نشتغل طحين. تعبان ترى العراقيين زين خرجينا، ايش قد قاعدين احنا هسه ماخذ الشهاده وخليها بالبيت، شو تسوي بها؟ شنو الاستفاده من الشهاده مالته؟ تلقاه يبيع بطاله مي، يبيع كلينس، تلقاه حمال علاوي مال المخبر، تلقاه حمال بالشورجه. يعني هو هذا العراق، احنا بلد مثقف، بلد واعي، بلد يعني شبعان. احنا ترى ما عايزين، احنا اهل النفط، يعني مو بلد ضعيف هسه، احنا هسه ابسط الدول، يعني هم نريد بلد مثل بلدان العالم. يعني ما نعرف على اي لحظه يضربونا، على اي لحظه يعني احنا نموت، فايش تسوي؟ هو المكان كلش غلط، واحنا لازم نكون بهاي بالمتقدمه على مود نساعدهم، ما لازم نعوقهم، ما لازم يعني يصير لهم شيء. واحنا هم ماتين مستهدفين، احنا هم ماتين يعني هواي دكاتره من عندنا اعتقلوهم الشغل، ولحد الان ما نعرف عنهم اي شيء. أنا أولاً وأخيراً محتاج، لكن عملي كناشط في حقوق الإنسان حتم علي البقاء هنا، حتم علي البقاء هنا لتوفير كل حالات الانتهاك اللي تحصل. يفديك يا عراق بالروح بالدم، يفديك يا عراق. صح انسحبنا ورجعنا رغم التهديدات، رغم القمع، رغم التخويف، رغم الترهيب، لكن موجودين حتى نوثق كل لحظه بلحظه، كل انتهاك لحقوق الانسان، كل طلقه رصاص تطلق من السلطه، من سلاح السلطه وميليشيات السلطه وميليشيات الاحزاب، حتى نوثق كل الانتهاكات، كل قنابل الغاز المسيل للدموع، كل القنابل الصوتيه، كل الرصاص الحي. التكتك هو اللي ياخذ المصاب او الجريح او اللي يوصل المفرزه، كلها هو اللي يوصل اكل، اللي يوصل دعم للعالم المتقدمه على الجسر او جو الجسر، كل هاي هو سواها التكتك، فتغيرت نظرتهم من السيئه للزينه. احلم بامن وامان، احلم مدارس حلوه ومستشفيات، كون عائله تكون يعني مريحه، عندنا راتب، عندنا فد شيء يعني يكون العائله في شيء يفايدنا، راتب او هيك شيء، ابني يروح مرتاح المدرسه، نحس بامان، نحس باجواء حلوه ما بيها حرب طائفيه وكلهن هذني. اتمنى بس الامان اكثر شيء، لان الامان ما عندنا.
قراءة هذا المحفل نهتف للعراق بالنشيد الوطني الكل الكل. سلام عليك رافديك العرق فأنت فأنت مزار لكل